يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ الصدقة للوالدين المحتاجين؟ أما يستحي هذا السائل؟ أما يخاف من الله عز وجل؟ كيف يعطي صدقته لوالديه؟ ما وجد إلا صدقة يعطيها لوالديه، صدقة أوساخ الناس، كيف يعطي وسخه لوالديه؟ الواجب عليه أن يعطي والديه أطيب أمواله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلنا بالمادية إلى درجة ما كنا ندركه. أنت ومالك لأبيك، كيف تسأل هذا السؤال؟ أتستحي من الله عز وجل؟ كان يعطيانك أطيب ما عندهم، كان يعطيانك أطيب ما عندهم من الطعام، ويلبسانك أحسن، ويلبسانك أحسن الثياب، ويجملانك، والآن أنت تأتي وتسأل، تقول: يجوز أعطي الصدقة لوالدي؟ إذا لم يكن عندك إيمان فأين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ الجاهل وهو جاهل على كفره وشركه يعطي ماله كله لأبيه وأمه إرضاء لهما، وأنت أيها المغفل تسأل مثل هذا السؤال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى